السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وويس كتقبلوها قبل وفارح ولا الكيس معه كي كيرا بشير بالله متناين حسن قرص عب كيس قرش ودرس كيس كنا لا ورونا قرسي كوسا هاجا بكجا لقتي مع السورية من وين شن تبغى بغري سود ويا ذا دمانتين وويس كتقبلوها وحولي بس القاسة والسلام يا رينا بدي نرول عجلة سي شير قرية قرسية بيج والبا يمر بخطورة يدكم باسم وعارو أنا كهلا أروس كدعي دلك جبوتي سال صعنا وحا كان عي جبوتي أروس لقو قرش قري نقالة آدي هذا كرب بدن والله استعمالي عشورته مدى الصومالية حاجة وحاولوا في مدحويلها الصومالية مدنى حسن الشيخ محمود وديارة قاسة قاطي كحيين معناها ضد أي أصدقاء سكوبيلي هين وحنا أروسي أروس كاسي معناها اللوس ميري صادق جون ومذكرين أروس كان وسود ويرنا قولي مركو نسبي أولويس ولا سود ويا صادق جون أرد قبله وحلاه هاي مبروك لكن وحارم لنا كهذا النوع أروس نقاب كود عي يقاب عشورة مدة الصومالية لو استعماري تقاريه ومدة الصومالية لو جبر بريو ده أنا شخصي وحلاص عنا مدحبيل محمد عبد الله فرماجو وإذا ما دحوق ذلك الصومالية دي سيو مجال هذا مقتصر لامية ده دي سيو ومدة الصومالية دحوق مريو إن حسن أو معارضة حبيل يمال الميديا تجنا كل إذا جري مدحبيل محمد عبد الله فرماجو إذن أنجرين لكن ما أنت وحى مغطى حسن الشيخ محمود ومدحونها دلك الصومالية إن عن شورت مدى الصومالية إنتو كسو بحيي بانجي قد نحي الدولة دا وكريي ديارة دا وهو هذي دلك جبوتي حيصو إيا بانيو إيا نيكيا لغو قبانا يا أمد الصومالية عشورتي سال لسو عنا دلك الصومالية وحى كسو عدو أبار وحان ربا مركا هالكا مركا نغطى حسن إيا عشورتا نكا أروسانا يوايو أروس كرا حقوكا دعاي أروس كحو كدعى جبوتي نكارو صليه وصادق جون صادق جون وحو أها إكس جنرال وحو أها تريه ورثة بوليسكا قبل كبنادر سال الله سعنو هذا كور وحو الدمعي إنو أفقم بكو قبصده بارلماك الصومالي ومدى الصوماليين ويسوي ديني سوحي لأي صادق جون وطريه قبل أه وطريه عيدان بوليسا وود إنتا الليك بارلماك الصومالي ومعناها أفقم بكو سميك روامح وحا عداتي وهذا ومدى الصومالي وعداتي awood kadda baysay inay ahay dalka Djibouti oo dawladda Soomaaliya waqtiga jirtay muddo dheer waxay sheegaysay umada Soomaaliyeed ay cod dheer iyo hadal dheer ugu sheegaysay dawladda Djibouti inay faraha kula jirto arrimaha Soomaaliya haddana waxa caddaatay Saadiq John awood kadda baysay ee gaarsiisay in asagoo taliya boolis ah oo waliba gobol ah in baarlamaanka Soomaaliya uu yiraahdo afgambi baan ku qabsanaya tii arintayd waa cadda أبل جودنا واحد ما تلقى دقيقة واحد ويه مدحويلها جبود إسماعيل عمر قيلة وروجنا هاي مدة صدق صار كفضا إنه حوكه استدل في جبودي وأبل جود أقول دقيقة قبل إيسا وسود ويننا وجود الصومالية ضد إسماعيل لكن قابك وفي مد يقابك ومد الصومالية عشرة ضد الله واستعماله يعني أنا وفرنقيننا وحنا الله إن هاي ومد الصومالية خاصة أنت الدنيا ده أما الصومال اللي بدأ جعل حنوش يجينا إن معنا أرماها نوع عرو كلتا أي سنة هنا أرماها اللي جاء مسلم صادق جون هدو أروسنا يو ورويرو أغل أما فاميلي أما جوري ودسته سيد الرجل الصومالي هذا جور كو قرانا جوري أوريستان وهي مقرنسة جيب كودو استعمالان با مقرنسة يو سمين كرا لكن إن قرن في الصومالي هذا وبربوريو دقالي ومدى الصومالي هذا مقرنسة أو استعمال معنا لو استعماله أو أما بقولين تدلك الصومالية لو قد نجا قور قور كل اسمي كل شكل بدون بارد تاسي ما ريسو سيدا دا ركتان إذا عدا كدا ونسا لعبت اللي قد ما شاضي اللي قلني يكين ايو سويت كاللو قد ايو هابك قبيل اللو ليه إر الصومالي أنا وإر الصومالي قرن ما إنو وحانو قرن إن دولد صومالية وحسن ودي مني وحانو قرن إن أول صومالية ودولد مقدشات ستاي لكن قاب كاتا وحسو عدان حسن الشيخ محمود هي مقرنسة من حولها جبوتي فعل كقبيل ومدى الصومالي ودى السيارة اللي هي إر الصومالي باور وحيا بنو عاصد هاك إنسان سوشيال ميديا لك الصومالي وحان مرك كباقي إنه مدى الصومالي إنه يكبي ديان إن عشور تود الله استعمالة دانا قاسي وحان رمنا إنه مدى الصومالي تندر الأوغيسيو ويوغادان عذا ودى جبوتي وقبت الصومالي إنه يسنهين مد مقرنسة ير مد لسوكو بكرنا يسنهين نيكا اللي يدان اسماعيل عمر جيلي ونيكا النوك هنا 4.5 ونك معناها قبيلة الصومالية والصومالية الدقن دمع السن إن معناها هب قبيلة هو عبري سادة دار كيسان إلا سعطان داور إيسان وإسماعيل عمر قيل لك نك اللي يرادو حسن الشيخ محمود ينك اللي يرادو موسى بيحي مدحوينها مامولكا هرقيسة إن مقرر سايد جبوتي سوي بعدين
umada Soomaaliyeed oo degan gobolada Soomaaliya oo kala duwan sida Baydhabo iyo Kismaayo iyo meesha la yiraahdo Garowe in la tusayo macnaha ficil qabiil ah oo ah macnaha waalidka awood badanahay qaabala la qaabka anagu aan doono yani cashuurta idinka la idinka soo qaada dakadiir laga soo qaado oo isticmaal karnaa marka waxaan ku soo gabagabeynayaa qodobkan waa leeyahay Saadiq John awoodda uu sheeganayo marka ayada ee ahayd in macnaha baarlamaanka Soomaaliyeed oo 207 iyo shan gaarayo oo qabiilada Soomaaliyeed oo dhan ay ka koobnaayeen inaa isaga oo wiil yar ah oo taliya ciidan boolis ah uu yiri afgambiga ku qabsan awoodda ka dambeysay ee dhaqaalaha iyo hubka macnaha iyo moraalka siidaysay inay ahayd jabuuti khaasatan Ismaaciil Cumar Geelle oo aaminsan waxa loo yaqaana ir garan maayo meelu ka yimid taana maanta way caddahay waxaan marka ummadda Soomaalida ugu baaqayaa in macnaha dhaqaalahooda iyo cashuurtooda inaan loo isticmaalin dana qaasa dhammaant wad salaamaya sii shergaray cajaladan gaarsiiya beej walba iyo meel walba idinku maasan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusimaha madaxweynaha jamhuuradda federaalka soomaali ahna gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaali mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa maanta galinkii dambe soo gaaray magaalada baydhabo xarunta ku meelgaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wafdiga gudoomiyaha baarlamaanka ayaa garoonka diyaaradaha shaati gaduud ee magaalada baydhabo waxaa ku soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaali abdacasiis xasan maxamed lafti gareen labada gole ee dowladda mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaali iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee loo diyaariyay soo dhaweynta gudoomiyaha. Soo dhaweynka dib wafdiga gudoomiyaha oo loo galbiyay xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxaa halkaasii ugu horeyn saxaafadda kula hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafti gareen asigoona si weyn u soo dhaweeyay wafdiga gudoomiyaha. Mudane gudoomiye adiga iyo wafdiga ballaaran oo kula jiro soo dhowaada aadan ugu faraxsannahay safarkan quruxda badan adiga oo kusimihii madaxweynaha ah shaqo badanna kuu taallo inaad waqtigaada gelisay in Koonfur Galbeed oo ahaa markii horeba deegaan doorashadaadii inaad booqasho ku timaado oo aad ka soo bilowdo gobolka Bakool maantana aad noogu timaado Baydhabo aadan ugu faraxsannahay waxaan ku leenahay gacmo furan ku soo dhawow waddankaadii ku soo dhawow dadkaadii oo aad kuu jecel sida quruxda badan kuu soo dhaweeyey ku soo dhawow waa ku sugaynay waxaan leenahay maadaama xilli kululna ay tahay safarna aad soo gasheen marka ugu horeysa waxa aan muhiimka noo aan rabno inaan sheegno waa soo dhaweynta waa isla joognaa waa isla warsan doonaa si guud iyo si gaar ahaaneedba waa u tashan doonaa haddii Ilaahay yiraaho laakiin sharaf ay noo tahay imaatinkaada iyo adigii wafdigaadaba aadaan ugu faraxsannahay runtii waa xilligii ugu fiicnaa oo ugu habooneyd oo la imaan lahaa iyo noo timid marka madaxweynaha gudoomiye soo dhawow aad iyo aad u mahadsan tahay dhanka kale kusimaha madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ahna gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaali sheekh aadan madoobe ayaa ka mahadeliyay soo dhaweynta loogu sameeyay baydhabo waxa uu sidoo kale u sheegay in maalmaha uu joogo baydhabo kulamo kala duwan la qaadan doono madaxda sare ee dowlad goboleedka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayadiyada maasanta ad iyo tiim maaragtay dhammaan wasiirada xildhibaanada dadweynaha kiila socday oo bulshada qiibasha dhaqan iska jireen waqti kuleel oo weliba ku dardaardaan waqtigii door time killing malaay kasta dib u dhigay kuleel badan iyo geed arday ee idin un kuleel di ragal sheel roogay malaay eeda arday zaaidan ka kuleelka idin la nisuulna ay dadkan dhawaayeen eedi eeda ka maandagaan mise dhammaan diisiga ka maandagaan saad sheegay suu korbeerki koowaad oo doorashadii kadib siyaasinta kasta meel ka faaliyay madoobo la doorado baan iyo maanagada ay ngal ereey hadii waxa naga tagaas lahayn waan libalood ku balan ma ogna marka aragday in deegaan doorashadii dubaan ka nagana umuntan la qiibsan xaaladda sidii eeda arrin muhiim ah ata marka insha Allah runtii ku talgal oo deegaankan hanqasidney
أرن ماركتي وقت مناسب أنا أرجعنو تالي اتصال ولا نصعدنا هدي لاهي أر كنت على الدوغن ولي رجعنا إن شاء الله سفر كان سفر خير إيه ومتن يوديكانك أني نقد الدوغن يا رجعنا وردي تالي دو تالي دان أرجدي هدي لاهي أر سجودي سكار بنت على الدوغن هدي لاهي أر إيه دي هذا ما سند ما دعوين imaatinka gudoomiyaha golaha shacabka magaalada Baydhabo ayaa ah tii ugu horeysay tan iyo markii loo doortay gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka dawladda federaalka Soomaali